السلام عليكم الله وبركاته، معكم فيصل. المقطع الجديد، مقطع اليوم راح يكون لقط البهلة اللصر الجزء الرابع. اتمنى يعجبكم، لا تنسوا لايك واشتراك، بسم الله نخش على البهلة. طبعا مثل ما شفتوا احنا في المرة الماضية لعبنا مباراتين، لعبنا الخليج 9-0، لعبنا مع هذا النادي 6-1، واليوم راح نلعب مباراة واحدة. ما أتوقع راح نكمل المباراة الثانية، راح تكون مقطع ثاني. طبعا نسيت أول شيء راح أسويه بالتشكيلة. التشكيلة هي عبارة راح أدخل هنا أو ندخل أيوة بدون ما أدخله، عشان بعنا بيتي مثل ما شفتوا بالحلقة اللي قبلها، بعناه. جانا ماكينوس هنا، الصليهم، وهنا الفارو، وكونان، وغريب، وعدلال العمري، والغنام. طبعا راح اعدل شيء بالتشكيله، اللي هو راح علي لجامي كظهير. ودي لاعب وليد عبد الله، ودي اجرب نجرب بخاري، ونطلع كونان، ندخل قاسم، ونطلع سليم، ندخل حسن. بس طيب، وبس ضبطنا التشكيلة، بسم الله نبدأ. طب ادخل لي على البابا، بسم الله. قضية، بسم الله. تنس كب دول وف يحرسهم، يا الله والله اعطاها نبطة، شالها شيلة. هي الحسن، طب الجول يا تاليسكا، حلوة. ما تنس عضية او العضية العمري، ما بها شي. فوق جوستافو، عضية تاليسكا، جول. لا نهاية الشوط الاول 1-0 لبها. نرجع لكم شوط ثاني. الحسن لا هو عجبني، يلا دخل نجعي، ما حطيت صليهم ما ادري ليه. دخل الغنام، لكن الغنام ما يلعب السي، هذا أسرع. هم الغنام هنا، دخل هنا أسبينا، عندي دخل هنا، دخل شمري، رغم إنه أضعف بس يلا، بسم الله، خلنا ندخل. يلا دخلنا الشوط الثاني. طبعا قطعتها منهم، يلا حلوة. الغنام، خالد، يا خالد يا مجنون، لا 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 يا خالد، الله عليك المهارة يا خالد. ابدو رئيسية تلسك، الله انا خلاص ما ودي اعلي صوتي من كثر الاهداف اللي صارت بالحلقة اللي قبل. الله يا الدبل، لا 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 مجنون، هالتاليسكا مجنون. اسمينا، لا 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 لا، الفار احمر، لا لا يا اخي والله ان ما فيها كرت يا حكم. يوي الغنام، تكفى كتبي كده يطقطق. ماركينوس، هي أول هدف أخيرا، والله إني تأننت، كتبنا ولا التلسكا، يلا حلو الهدف مع النادي ماركينوس، يلا جيد. أنا أصلا كتبي العرضية التلسكا وكذا. هذا هو انتهى مقطعنا، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لنا تعليقات محفزة عشان نكمل أكثر وأكثر. وبس، مع السلامة.